أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال من صحيفة العربي الجديد للكاتب أحمد سعداوي بعنوان البديل السياسي المدجل. يقول الكاتب: في كل الأحوال سيزاحم الشباب القادم من ساحات تشرين شبابا مروضا يشبه الفاشينيستا السياسية، وربما تدعم الأحزاب المسيطرة هذه النوعية من المرشحين، فهم الشباب المرضي عنهم والذين تحتاجهم الأحزاب الكبيرة كي تجمل صورة المشهد السياسي. وتقول بعدها إنها أعطت مساحة للشباب. يضيف الكاتب: هناك نوعية مروضة ومدجنة تقبل اللعب في المساحات التي تحددها لها الأحزاب والتيارات السياسية الكبيرة، فهي لا تملك وعياً بالبديل السياسي ولا تصوراً نقدياً تجاه المشهد السياسي والأمني والاقتصادي، ولا تفكر بإزاحة الأحزاب المسيطرة، بل لا تريد أن تكون بديلاً عنها، وإنما تحظى بفرصة أن تكون ضمن منصة أعلى من نشاطاتها الاجتماعية السابقة، وربما أموال ومصالح يوفرها النشاط السياسي. في واقع الحال، غالبية الناشطين في المرافق والمؤسسات السياسية من برلمان ومجالس محافظات هم من هذه النوعية، فما عدا سياسيين لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين هم الصانعون الحقيقيون للمشهد السياسي في العراق، فإن الآخرين هم أتباع ينفذون أوامر الزعماء ولا يساهمون في صنع السياسات. كما أن تركيبة هذه الأحزاب والتيارات السياسية تمنع ترقي الناشط السياسي كي يتولى مناصب أو مسؤوليات أعلى بحكم الخبرة والكفاءة أو الموهبة، فتحديد الزعماء يخضع لاعتبارات أخرى، فغالبية التيارات السياسية العراقية لا تعتمد الديمقراطية منهجاً داخلياً في عملها. الإقرار بالزعامة والتأثير المطلق لبعض الأسماء السياسية يفرغ عمل الآخرين من محتواه بما فيهم من أتباع أو أسماء طرحت نفسها في المواسم السياسية السابقة أنها مستقلة أو ليبرالية ومدنية. ومشهد البرلمان العراقي الحالي يوضح بشكل جلي حدود حركة المستقلين والمدنيين ومساحتها، فهي لا تتخطى حدود ما يصنعه زعماء الأحزاب المسيطرة. أشار تقرير لموقع The National الإخباري إلى أن لجنة تدقيق ومراجعة حسابات حكومية قد كشفت عن أن مشاريع خاصة بإعادة إعمار مناطق متضررة من الحرب مع داعش ممولة من الصندوق الحكومي لإعادة الإعمار تشوبها مخالفات وشبهات فساد، وأن هناك مبالغة في تسعير بعض المواد والمعدات في العقود. علاوة على ذلك، فإن هناك اختلافات كبيرة في أسعار مواد مشابهة بين عقد وآخر. لقد ثبت بأن هناك تزويراً في تواقيع قسم من المسؤولين التنفيذيين للشركات في عقود ووثائق مقدمة من قبل الشركات المتعاقدة. وذكرت اللجنة التحقيقية بأن سلطة إعادة الإعمار أكملت أيضاً الإجراءات في غضون يوم واحد، في حين ذلك يتطلب فترة زمنية طويلة، ووقعت صفقات مع شركات مشكلة حديثاً لا تتمتع بقدرة على الإيفاء، والتي لا تمتلك المستلزمات والخبرة والإمكانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع. وأضافت اللجنة في بيانها بأن صندوق الإعمار فشل في توزيع المشاريع بشكل عادل بين المناطق المستفيدة. يذكر أن اللجنة لم تدرج في بيانها أي تفاصيل عن طبيعة المشاريع وموضوع النقاش ولا قيمة المبالغ المهدورة في هذه المشاريع. يذكر أن الفساد قد أصبح أحد المزايا الرئيسة للمشهد السياسي العراقي منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ومجيء أحزاب وجهات سياسية متنفذة تعتمد المحاصصة والمحسوبية في تشكيل حكومة وتقسيم مناصب وزارية ومفصلية مهمة فيما بينها وفق هذا النظام. إلى مقال بصحيفة الميثاق الوطني للكاتب أحمد صبري بعنوان تأخر إقرار قانون العفو العام
يمهد لتدويل محنة المعتقلين، يكاد يكون أبرز القوانين المعطلة والتي يدور حولها الجدل والخلافات هو قانون العفو العام الذي يتداوله ويحث على إقراره بالعلن رموز الحكم الحالي، فيما يعارضونه بالسر في موقف انتهازي وغير أخلاقي، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناة المعتقلين ويغلق كل الأبواب أمام حريتهم وأنصافهم. هذا الموقف اللامسؤول إزاء محنة المعتقلين الأبرياء التي انتزعت منهم الاعترافات بطرق غير شرعية تسبب في إبقاء هذا القانون على الرفوف العالية رغم دعوات إقراره في محاولة لتكريسه سلعة متداولة في الحاضر، لأن الانشغال بالماضي وتداعياته أبقى العراق في الخانق الذي يتخبط فيه منذ 20 عاما وربما أكثر إذا استمرت هذه السياسة الإقصائية في المشهد السياسي. يقابل محنة المعتقلين وإنصافهم بإقرار قانون العفو العام قضية لا تقل أهمية عن الأولى، وهي مستقبل العراق والحفاظ عليه، التي أصبحت قضية رأي عام من فرط تداعياتها على أمن وسلامة العراق المستقبلية التي يكاد يكون جميع القائمين على الحكم في العراق منذ غزوه واحتلاله يجمعون على الحفاظ على العراق موحداً أرضاً وشعباً، ويصرحون بالعلن رفضهم المساس بوحدته وأي محاولة لتقسيمه على أساس العرق أو الطائفة. وهذه القوانة المشروخة التي يرددها سياسيو العراق أصبحت مشروخة من فرط تكرارها على أسماع الجمهور، إلا أن العارفين ببواطن الأمر واتجاهاتها يرصدون مسار الأحداث على الأرض، وتبقى محنة المعتقلين قضية عادلة ومشروعة، لأن مقدار الظلم والأذى الذي لحق بهم طيلة السنوات الماضية بات يتطلب وقفة جادة، وحان الوقت لتدويلها لإنصافهم بعد أن أصبحت قضية رأي عام. إلى مقال للكاتب حسن أبو طالب بعنوان تقسيم السودان وانفجار الإقليم بصحيفة الشرق الأوسط. تقسيم السودان في ضوء انقسامه أو بالأحرى تشرذم البلاد لم يعد فكرة محظور الخوض فيها. الأحداث الجارية وتصريحات أقطاب الحرب أو ممثليهم والتحركات والاستقطابات بين القبائل العربية والإفريقية وعبرها في شرق البلاد وغربها، وأصرار أطراف الصراع على الحسم العسكري وتدخلات خبيثة من قوى خارجية، كلها تجعل هذا الاحتمال قاب قوسين أو أدنى من أن يكون حقيقة واقعة في القريب العاجل وربما العاجل جدا. تشرذم السودان إن حدث لا قدر الله سيضع شرق إفريقيا ووسطها في اختبار هائل لن يجو منه أي طرف، لا سيما أن التحولات الجارية في منطقة الساحل والصحراء، سواء الانقلابات كما هي الحال في النيجر والغابون ومن قبل مالي وبوركينا فاسو، وتمدد الجماعات الدينية المسلحة والمتفرعة عن القاعدة وداعش، وتمردات عرقية تعود إلى طوارق مالي كما في منطقة الأزواد، وفقدان البوصلة لدى الدول الكبرى التي أخذت على عاتقها منذ عقدين ما تصفها بمحاربة الإرهاب وجماعاته، وغياب الدولة أو ضعفها التام في عدد من البلدان المجاورة للسودان، وخواء الخطابات الوطنية لصالح صعود الخطابات القبلية والعرقية، كلها عوامل تفصح عن حقبة مليئة بالشرور والتحديات والتهديدات الجسيمة. إن التباكي على مصير البلاد وحده لا يكفي، تعبئة الناس ضد الحرب والوقوف بحزم ضد القتل والتدمير هو السبيل الوحيد لحماية السودان. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للمديرين المشاركين لمنظمة الأنهار الدولية جوش كليم وإيزابيلا وينكلر، قال فيه أن انهيار سدين في ليبيا والذي أطلق العنان لمياه الفيضانات الغزيرة التي خلفت آلاف القتلى ومثلهم في عداد المفقودين كان متوقعا وكان من الممكن منعه، وقال إنهما لن يكونا آخر السدود الكبيرة التي تنهار إلا إذا قمنا بإزالة وإصلاح بعض الهياكل القديمة والمتقادمة التي تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها منذ مدة طويلة. فسدا درنة مثل العديد من السدود حول العالم
أقيما بوادي درنا في ليبيا في السبعينيات من القرن الماضي خلال عصر ذروة بناء السدود العالمية، حيث تم إنشاء 1000 سد كبير كل عام. والآن تصل معظم هذه السدود إلى نهاية عمرها الافتراضي، ومع أن المعلومات تتضافر إلا أن انهيار سدي ليبيا نتج على ما يبدو عن سوء الصيانة وضعف مراقبة الخزانات التي غمرتها عاصفة ممطرة ضخمة. وقد صدرت تحذيرات حاسمة العام الماضي بشأن تدهور حالة السدين والإصلاحات اللازمة لتجنب مثل هذا السيناريو، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، وقالا إن كوارث مماثلة تنتظر الحدوث في جميع أنحاء العالم. ويكمن الخطر الأكبر في الهند والصين، حيث تقترب الآن السدود الضخمة البالغ عددها 28,000 سد والتي بنيت في منتصف القرن العشرين من التقادم. كارثة السد المأساوية في ليبيا تعتبر بمثابة صفارة إنذار للسدود القديمة الأخرى في جميع أنحاء العالم. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. يوماً وراء آخر تتكشف أثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة في 8 سبتمبر أيلول الجاري، وأسفر عن 2,946 وفاة و 6,125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير وفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الإنقاض رغم دخول الزلزال أسبوعه الثاني، في حين أعلنت السلطات استئناف الدراسة بدءاً من يوم الاثنين في المناطق الأكثر تضرراً. وبحسب التلفزيون الحكومي فقد انطلقت عملية إحصاء المنازل المنهارة والمتضررة بهدف منح أصحابها تمويلات لإعادة بنائها. هذا ويتسابق متطوعون ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم يد العون للمتضررين. إلى صور نشرتها صحيفة العربي الجديد
لاقتحام مئات المستوطنين الأقصى احتفالا برأس السنة العبرية. شرع العشرات من المستوطنين المتطرفين هذا الأسبوع باقتحام المسجد الأقصى بحماية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة، تلبية لدعوات إلى اقتحام المسجد خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ اليوم. وحظت مدرسة بيت الهيكل إحدى أكبر جماعات الهيكل المزعوم المستوطنين على المشاركة في صلاة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية داخل المسجد الأقصى. وحدثت مناوشات بين المرابطين وشرطة الاحتلال بعد الاعتداء على بعض المرابطين. وأفاد مصدر بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فضل عدم ذكر اسمه في حديث للعربي الجديد بينما مجموعه 303 مستوطنين شاركوا في هذه الاقتحامات الاستفزازية. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Zaman gözlerim ki, inanıram ki, mən ordumuza inanıram. Təbii ki, o ki qaldı nəticəyə, mən bir əsasın o şəhid olanlardan biri, mənim dostumdur. Ələskər, o da ələskər. Allah tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ordumuza da inanırıq, güvənirik və tam arxayına. Haçan da lazım oldu, daim görəkdir bu orunda. Təşəkkür edirəm. Qutan lazımdır təbii ki, biz onlarla terroristlərlə başqa cür danışa bilmərik. Terroristlərlə lazımlı vəziyyətdə, lazımlı yerdə, dövlətin uyğun gördüyü durumda cavabları verməlidir. Çünki başqa cür mümkün deyil. Հայաստանի սահմանների երկայնքով իրադրությունը կայուն է հարաբերականորեն, այսինքն իրադրության տեսանելի և էական փոփոխություն մենք չունենք, բայց ինչպես ասել եմ և ասում եմ հիմա, ընդգծում եմ, որ այս գործողության հիմնական և առանցքային տիրախը և նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշել։ Глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие.
وبهذا تنتهي فقرة صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.